منذ اكتشاف أنظمة الاتصالات الإلكترونية الأولى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر والعالم آخذ في التغير، تتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT بوتيرة أسرع من ذي خط، بحيث تعيد رسم وملامح العالم من حولنا. ففي عام 1998 اقترح الاتحاد الدولي للاتصالات وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شكل جديد من أشكال الحوار العالمي بشأن أثر التكنولوجيا. هذا الاجتماع الذي يطلق عليه القمة العالمية لمجتمع المعلومات كان النقاش الأول للأمم المتحدة على مستوى القمة المفتوح للجميع. لقد كنا نريد أن نستمع إلى الجميع من كل مكان، لأنه إذا كانت التكنولوجيا ستغير حياتنا بحق إلى الأحسن فلا يمكن إقصاء أي أحد من الخطأ. اتفق العالم على خطة لتوجيه النفاذ المنصف والتطوير المستمر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومنذ ذلك الحين شكلت هذه المبادئ الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار. وفي كل عام يتيح منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات للمجتمع العالمي فرصة لتقييم المنجزات والثغرات المتبقية. حدد الحدث رفيع المستوى لتقييم تنفيذ نواتج القمة بعد مرور 10 سنوات على انعقادها. WSIS بلاستن مجموعة جديدة من الأولويات من أجل مستقبل مستدام تقوده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي 2014 ولا تزال القمة منصة عالمية أكثر انفتاحاً وشمولاً، تجعل من التكنولوجيا طريق لتغيير وإثراء حياتنا. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة رئيسية لتحقيق التنمية العالمية المستدامة بحق. دعنا نحقق ذلك.